الآن النشيد الرسمي الجزائري وهو قسما، قسما خلقه رجال ورجال زعامة وماتوا الله يرحم كاع الشهداء وكافحوا على هذا قسما اللي عطاونا نظرة عالمية لجميع الشعوب في الكرة الأرضية يعترفوا بالنشيد قسما. ونشيد قسما كان مواطن جزائري وهو شاعر من الشعراء الكبار، هو مفدي سكرية اللي اقترح عليه الشهيد عبار رمضان، اقترح عليه لكتب النشيد الرسمي الجزائري. ومفدي زكريا كان في عهد هذاك كان في السجن، وبعت له وقال له تكتب لنا النشيد الجزائري الرسمي. مفدي زكريا قعد يامات وفي السجن وبدا يكتب في النشيد الرسمي، كتب في الحلقات تاعو كاع تاع نشيد قسما. بعد ما وجدوا كان خرج بعد لعبان رمضان، عبان رمضان شافوه، كان هو عبان رمضان اللي مستكلف بالنشيد الرسمي الجزائري. قال لازمنا دوق قراوا الكلمات مع الناس مختصين وكذا، وقراوا الكلمات، صابوهم كلمات، هذو هما تاع الثوره الجزائريه اللي تحرر الجزائر بهذا. كي الجندي في الجبل يسمع الحم تاعو يشوك، يرفض البندقيه تاعو ويجري مور فرنسا كي يسمع النشيد الكلمات تاع قسم. قال لهم دوق مازالنا يزمنا نلحنوه خاطر يروح للبلدان العالميه كاع. طاو الفرقه هنا كانت فرقه تاع محمد التوري، فرقه تاع موسيقى، راحوا شافوا محمد التوري قالوا من لحنهم في مضرب سكري كما يقولوا سكري، جابوا اصحاب الالات وكذا ولحنوا. كي قدموه لعبان رمضان قالوا ماذا ما يعطيش حماس للجيش، ما يعطيهمش حماس. قالوا كيف؟ قالوا يا ودي نديوه لتونس، تونس كاين ملحنين تما وبلاد مستقله وعندهم كاع الامكانيات باش يلحنوا لنا قسما. اداوه لتما، كي داو هذاك الشعر تاع قسما لحنوه التوانسه، قبلوه التوانسه وقالوا لهم نلحنوه لكم، لحنوه لهم. وسمعت الموسيقى هذيك، انا واحد ما عجبتنيش الموسيقى هذيك، عيانه ما تعطيش حماس. اما انا كي خلصوا جابوه لبوبين العبان رمضان، عبان رمضان سمع هذاك اللحن هذاك قالوا ما يعطيش حماس، ما يعطيش قوه، ما يعطيش يعني قوه للجيش باش يكون عنده حماس كبير. قالوا له كيفاه؟ وبعد من الناس خبارة وكذا قال يا ودي يلزم نتصلوا في مصر، مصر مقدمين علينا كاع كي تونس كي كاع. مصر كان عندنا المكتب تاعنا تاع جبهة التحرير في مصر، المكتب تاعنا اللي كان فيه بن بلا ايت، احمد خيدر، بزاف اللي كانوا قابلين المكتب في القاهرة. اتصلوا بهم قالوا لهم دوق نشوفوا لكم في الإذاعة، في الإذاعة تاع مصر الناس اللي مختصين في هذا الشو. صابوا واحد هو مختص في هذا اللحن، قالوا له يا ودي حبينا نلحنوا رصيد النشيد الرسمي الجزائري. قالوا له جبنا كاع الشعر نتاعو قراوه له شافوه كذا. قال لهم دوق نشوف، قال لهم واعر هذا اللحن هذا باش نلحنوه، ها ماشي حاجه سهله، هذا نزعزعوا العالم ماشي غير الجيش تاعكم، العالم يلزم يتزعزع. اما لا كومبوك يعني استدعى بعد من الملحنين المصريين، جاوا شافوا قراوا الشعر هذاك الاخر، شافهم السيد هذاك حطوا الطلبه تاعهم باش يلحنوه. اما لا هو هذاك السيد يعرفهم، قال يعني
ما قال ما ظنيت هادو اللي ينجمون نحن نشيد قسم مصريين صابوا صعوبات. قال لك هذا اللحن تاع قسم تاع الجزائر، هذه الجزائر راح تستقل، هذه الجزائر اللي راح تكون عندها اعلام وتكون عندها جيش وتكون عندها دوله. يلزمنا انسان يكون اللحن نتاعو يكون يسمع العالم. اما لا، قال جاء واحد قال لهم يا ودي انا اللحن. انتق هذاك الانسان هذاك اللي مستكلف بهذاك المشروع تاع التلحين، قالوا اسمح لي انت ما ماشي قادر باش تلحن هذا. قالوا علاه؟ قالوا انت يا تلحن للدراري، هذوك الحصات تاع الدراري تلحن منها ماما زمانها جايه. اما لا، قالوا بون هذيك اللحن. قال بصح نعطيوه لي سيوني، عطوه لي غطوا الحال. هذا هو محمد فوزي هذا السيد، غطوا الحال ومن بعد ولا ليهم وشافوه غيطوا الحال وكذا عطوه له. قالوا له نسيوك. الداه عنده فرقه كبيره، ما فرقه تاع تلحين، لحنوا بالعقل لحنوا. كي جابوه له قالوا هاو لك دوق تسمعوا اللحن تاعو. حصون نوضوا لي بوبين هذوك اللي سمعوا بهم تاع تلحين وسمعوا قسما. بعد ما سمعوا القسما الفصائل تاعها كاع فيها واقيلا خمسه ولا سته كاع بموسيقى يعني مرتبه مدروسه مكدا منا. السيد هذاك انخلع، قال هذا يلحن تلحين تاع الدراري، راح لحنا اكبر نشيد في العالم. هو قال لك اكبر نشيد في العالم. اما لا، قالوا انا قابلين، جوزوا المكتب تاعنا في القاهره وشافوه وكذا والاخر، ومن بعد بعثوه لعبان رمضان اللي كان مستكذب بالمشروع نتاع قسامن. هو اللي كان مستكذب بالمشروع تاع جوزوا جابوه له، ما نقول لك ولا هنا في عاصمه ولا في تونس، جابوه سمعوا. قال لهم هذا هو اللحن اللي كنا نحوسوا عليه، مجميع الجيش الجندي في الجبل اللحم نتاعو يشوك كي يسمعوا. قال له بهذا ننجموا نديروا خطوات اكبر في حرب التحرير الجزائري. وقال لهم من اليوم رانا قابلين هذا النشيد. وبعد النشيد هذا زادوا الجزائريين كملوا له هذيك الدخله تاع درن 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 درن. هذا الجزائري اللي دارها ماشي مصري. درن هذه دارت قوه، دارت قوه للجيش كيفاش يدخل بقوه. درن درن قعدت للان دوق البلدان كاع وين يديروا الموسيقى تاع الجزائر يبداو بها بهذيك الخبطه هذيك درن درن. هذه دارها ونسيت الاسم تاع ملحن معروف في الجزائر، هو اللي دارها، هو اللي قال انا اللي درت لها الدخل تاعها. وصبح جاء لا وصبح نشيد رسمي عالمي في العالم كاع، ولاو يدرسوه ودرسوا الكلمات، كلمات تاعو درسوا الكلمات، صابوا كلمات اللحم تاعك يشوك. يعني تقرا يعني باش تشوف كيفاش يعني الجيش تاعنا كان قبل ما يدير معركه مع الفرنسيين حتى يقراوا النشيد، يقراوا النشيد وكذا والاخر تاع قسما. منها يعطي الروح الروح تاع الكفاح ويجيو صادمين لهذيك مع الجيش الفرنسي وينجحوا بكلمه قسما. قسما بالنازلات والماحقات، قسما يعني تشوف الكلمات يشوكوا اللحم، وبها الحقنا ربحنا الاستعمار، واليوم رانا نتمتعوا في الاستقلال نتاعنا باسم قسما بالنازلات ماحقات. هذه هي. بارك الله فيك. هاي.